شباب يا شباب. نرحب بمعالي وزير الداخلية والبلديات وبالحضور الكريم، ونستهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني يليه نشيد الأمن العام.
عندما نقرأ أو نسمع مواقف مبنية على مفهوم السيادة والقانون، المساواة والعدالة، مكافحة الجريمة ومنع التهريب، تعزيز الإدارة وحفظ الأمن، نتأكد أنها عبارات تخص معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي. الكلمة لمعاليكم. صباح الخير. حرصت أن يكون معكم وبيناتكم ومع سعادة حضرة اللواء بنهار عيد الأمن العام لحييكم ولبارك لكم بالعيد وبهالمناسبة، ولبارك للبنان كله بهالكوكب النخبة من الضباط يلي عم يقودوا ويساعدوا اللواء تيعملوا مؤسسة بتعنى بأمن البلد، بالأمن العام، بالأمن السياسي، مؤسسة إلى دور كبير، مؤسسة ضحت كتير، مؤسسة انبنيت وتطورت وصارت مؤسسة حديثة متطورة وعلمية وعطيت البلد كتير. الأمن العام هو أول عنصر جهاز أمني بيشوفه أي حدا بيجي على لبنان من كل المرافق وخصوصا المطار. من هيك صورة لبنان بتبين بصورة كل واحد من الضباط والرتبة والعناصر يلي بيستقبلوا اللبنانيين لبس يجوا وبيستقبلوا المسافرين بس يجوا، واللي عم يضحوا كتير بالظروف الصعبة. دور الأمن العام دور أساسي. رغم الظروف الصعبة نحن ما عنا شك إنه ضباط ورتبة وعناصر الأمن العام عم يقوموا بمهامهم، وبتعرفوا إنه وزارة الداخلية واللواء ورئاسة الحكومة كلهم عم يعملوا كل اللازم لحتى يقدروا ينصفوا قدر الإمكان، يمكن ما نوصل للإنصاف الكامل، هيدا الجهاز مثل كل الأجهزة الأمنية مثل كل أجهزة الدولة. أنا بهيدي المناسبة بدي أكد على وطنية عناصر ورتبة وضباط الأمن العام، على ولاء هيدي المؤسسة للدولة، على ولاء هيدي المؤسسة للوطن، وهدفها الحفاظ على الدولة، الحفاظ على المؤسسات وبناء الدولة. ويمكن من نافل القول أني أرجع عيد أو أرجع ذكر على الثوابت الوطنية العربية اللبنانية يلي موجودة عند كل مؤسسة أمنية وكمان عند الأمن العام. يمكن لازم أتطرق ولو قدام الإعلام للمسألة يلي صارت كتير مستجدة بالبلد واللي كتير عم توجعنا كداخلية، هي مسألة السجون. موضوع السجون له شقين، شق متعلق بالإمكانيات الضعيفة أو يلي هي قليلة للدولة تتعطي السجون، والشق الثاني والأهم هو يمكن اكتظاظ السجون وبالتالي عدم الانضباط داخل السجون. ما رح اخفيكم انه صار تفتيشات دقيقة بالأبنية وبلشت من ليل امبارح
وجدت القوى الأمنية كمية من الممنوعات حتى ما يروح فكركم بعيد، تليفونات أو بعض السكاكين المصنعة محليا. نحن هون بدي أتوجه للسجنة أنهم هن يطولوا بالهم لأنه نحن مش ناسينهم. بدي أتوجه للإعلام أنه يشوف الموضوع من كافة جوانبه، مش كل الحق على الدولة. بدي ناشد القضاء انه شوي يسرع بالمحاكمات. ما عم اكشف سر اذا قلت انه نحن عنا 79% من السجناء مش محكومين، 43% من السجناء اجانب، وهيدا بالتالي عدد كبير. عندي اكتظاظ 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للسجون هن موجودة بالسجون اللبنانية مع انخفاض قيمة العملة، بالتالي عم يكون في كتير عبء على وزارة الداخلية. فيجب على الإعلام انه يكون بمقاربته للموضوع عادل. انا خلال هيدا الاسبوع رح نعمل اكثر من دراسة واضحة بالنسبة للسجون، عدد السجناء، ورح نجرب نلاقي حلول كمان واضحة. ويمكن اتوجه للمجلس النيابي بآخر الأسبوع لطلب معالجة يمكن ما بقى تصير إلا عبر مجلس النواب. لنرجع للأمن العام. الأمن العام عنده دور بالأمن السياسي. الأمن السياسي اللي كل اللبنانيين من اعتبارا من وزير الداخلية عم يجربوا يقوموا فيه. نحن عملنا انتخابات ناجحة بمساعدة كل القوى الأمنية والعسكرية والأمن العام، ونحن كمان منتطلع لإنجاز كل الاستحقاقات الوطنية والدستورية بوقتها. ما رح طول عليكم. الأمن العام جهاز عزيز علي، الأمن العام جهاز مهم وعزيز على الداخلية. أنا معكم كل الضباط والعناصر وطبعا الرتبة. أنا مع اللواء مدير العام الأمن العام. أنا ما رح خلي حدا يتعرض لمؤسسة الأمن العام. أنا رح أحمي مؤسسة الأمن العام مثل ما دايما حميتها. رح أبقى حد الأمن العام. ما حدا بيتعرض لقيادة الأمن العام ولا لضباط الأمن العام ولا لرتبة وعناصر الأمن العام بالقانون. أنتوا بتعرفوا أنه أنا خلفيتي قانونية، أنه أنا بطبق القانون، وبالقانون ما بنقبل التعدي على هيدي المؤسسة الوطنية الكبيرة العريقة يلي دورها كتير مهم. كل عام وأنتم بخير. بهني حضرة اللواء، بهني كل حدا منكم، وبهني عبركم كل الأمن العام. نحن حدكم. كل عام وأنتم بخير. يعطيكم العافية. همومه الوطنية والإنسانية كبيرة، تبدأ أولاً بتأمين الخدمة المثلى للمواطن، وهو الذي يردد دائماً خدمة المواطن واجب وليست منا من أحد. ثانياً العمل على تخفيف الضائقة الحياتية عن كاهل أبناء المؤسسة. ثالثاً تدوير الزوايا وتقريب المسافات بين المسؤولين لإيجاد الحلول للأزمات. واللائحة تطول. التفاؤل والأمل ميزتان لا تفارقان تصريحاته حتى في أحلك الظروف. إنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فليتفضل. معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حضرات الضباط، باسمي واسم المديرية العامة للأمن العام أرحب بمعالي وزير الداخلية والبلديات، وهو الذي يستحق أصدق التقدير على ما يبذله في هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على إداء وزارة الداخلية والبلديات والمؤسسات التابعة لها. لم نشأ معالي الوزير في المديرية العامة للأمن العام أن تعبر الذكرى 77 للتأسيس
من دون أن نستذكر فيها كل من ضحى بالغالي والنفيس في سبيل عزة لبنان، عزة لبنان وأمنه وسلامة أبنائه، ليبقى هذا الوطن معلما خفاقا في هذه المنطقة النازفة دما وتهجيرا ومآسي، كما لا يمكننا أن ندع هذا اليوم يمر من دون أن نكرم العسكريين أصحاب الباع الطويل في درب التضحية والعطاء. الحضور الكريم، يمر لبنان بواحدة من أصعب وأقصى أزماته عبر تاريخه، في ظل اضطرابات تجتاح العالم والمنطقة وتغيرات جيوسياسية يعتقد الكثيرون من سالكي دروبها إنها محطة من محطات السلام والازدهار والبناء، فيما نحن نرى أن كل ما يجري من حولنا يشكل دعوة إلينا لخوض هذه التحديات ومواجهة انعكاساتها السلبية علينا. كيف لا ونحن أصحاب الأرض المحتلة والثروات الدفينة التي يمنع عنا حتى الآن استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها بفعل الغطرسة الإسرائيلية، لكن حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر بل وسيزول، ليس لشيء إلا لأن لبنان أقوى مما يعتقده الكثيرون. فالأرض أرضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا، ولأن اللبنانيين هم أصحاب الحق فهم الأقوى. وقد قيل بالأمس ما ضاع حق وراءه مطالب، واليوم نقول ما ضاع حق وراءه مطالب وقوة تحميه وتستعيده. معالي الوزير، أيها الحفل الكريم، في هذا اليوم، يوم التضحية من أجل الوطن وخدمة الإنسان عملا بشعار الأمن العام، المطلوب أن نتعالى عن كل المصالح الشخصية والضيقة من أجل الوطن. وأدعو الجميع في هذه المناسبة إلى التكاتف والتعاضد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، لتكون الدرع الواقية والسد المنيع عن لبنان وشعبه في وجه الأعاصير التي تجتاح المنطقة والعالم. ولنعمل معا كل من موقعه وحجم قدراته ومسؤولياته، لننتشل لبنان من أزماته وننهض به ليعود بلدا يفتخر بالانتماء إليه، وليتمكن أولادنا الذين غادروه قصرا من العودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم لئلا تكون هجرتهم دائمة. ها نحن نحتفل اليوم بعام جديد يضاف إلى عمر المديرية العامة للأمن العام التي بقيت وستبقى على عهد اللبنانيين بها وبشعارها خدمة وتضحية. كلنا ذاهبون والوطن باق، التاريخ سيحكم علينا جميعا، فلا تجعلوا هذه الأحكام إلا بما يليق برجال يحملون هوية وطن. عشتم، عاش الأمن العام وعاش لبنان. باسم المدير العام للأمن العام ندعو معاليكم والحضور الكريم إلى المشاركة في حفل الكوكتيل.